المواجع الثالثة، قمة السهرة في ليالي رمضان في أيام هذا الشهر الفضيل شهر الخير. نستمتع دائما بطولة الجموم الرمضانية بنسختها الأولى، مواجهة ثالثة أخيرة لليوم، نعم، تجمع ما بين فريق الأمل وفريق الروحاء. فريق الأمل في مواجهة الروحاء، فريق الأمل على يميني من كابينة التعليق، بينما نشاهد فريق الروحاء على يساري من كابينة التعليق. هذا الطاقم التحكيمي لهذه القمة الثالثة والأخيرة، حكم ساحة هو أحمد عبد، بينما نشاهد المساعد الأول إبراهيم الهاجري في هذه الجهة، ومساعد آخر في الجهة الأخرى الكوتش بدر، نعم، من يقود الأسماء ومن يتمنى هذا الحضور بأن يكون رائع بالنسبة لفريق الأمل في الظهور الأول في بطولة الجموم الرمضانية. كرة عالية بالرأس، الله 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 على رأسية، لكن مساعد الارتداد من جانب لاعب فريق الأمل، هذا التحول بعد ذلك التمريرة السريعة، وين الكرة بتتهيأ تسديدة الرقم 4 هو عبد الرحمن، لكن كرة وين تخلصت من جانب لاعب فريق الروحاء. كرة الآن على الكرة، كرة وين التمريرة الثانية رائعة، يتقدم، يا السلام، شوف المرور، يا السلام، المرور الرائع، الأولى الحارس تصدى للأولى، لكن الثانية في المرمى، الثانية في الشباك، الله الله يا تركي أو المهاجم خليل يضيف الهدف الأول، صاحب الرقم 13 يسجل الهدف الأول، خليل يسجل الهدف الأول لمصلحة الأبل. الله 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 على فريق الأبل، فريق الأبل الفريق اللي عنده لاعبين جدا رائعين. مواجهة هي الأولى التي تجمع الفريقين، فريق الروحاء للمرة الأولى يواجه فريق الروحاء، وكرة خطرة، الله 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 على هذه الكرة الخطرة، لكن وين؟ كرة عالية، كنترول ما كان رائع في الجهة اليمنى أو في منتصف الملعب، مرور ممتاز من جانب حسان، راح حسان يتقدم الحكم الشار للاستمرارية، لكن الكرة طالت على مؤيد، الحكم يصفر ويعطي الخطأ أو يعيد الخطأ لمصلحة فريق الروحاء. الكرة تقطع، شوف التحول السريع، شوف الارتداد، كرة الآن سريعة، الله يا مجرشي، الله يا مجرشي، نعم، اللي أخذ مكان أحمد راح تتابع خطأ، كرة ثابتة، هذا مين؟ حسان لعب له كرة، يصنع عالية، وين الابعاد؟ خطرة، الله على كرة كانت خطرة، الله على كرة الرد من جانب مين؟ بجانب فريق الروحاء، تمريرة كانت رائعة، أو أحمد الوادي من ينظم بطولة أخرى، هذا البروفيسور بالنسبة لشباب الوادي، نعم بالنسبة لشباب الوادي، راح نتابع كرة الآن، لكن الإبعاد، ونعم الحكم يطلق صافرة عن انتهاء الشوط الأول بهذا التعادل أو بتقدم فريق الأمل على حساب فريق الروحاء 1-0. إلى أن الرحمن الرحيم، عدنا إليكم مرة أخرى مع مجريات الشوط الثاني، الحصة الثانية والأخيرة ضمن بطولة الجموم الرمضانية بنسختها الأولى. هذه المواجهة الثالثة والأخيرة لليوم، فريق الأمل ونجوم الروحاء، بينما نشاهد كرة سريعة مع بداية الشوط الثاني، نعم كرة كانت سريعة مع بداية الشوط الثاني، شاهدنا كلنا جميعا الشوط الأول أو الحصة الأولى، الشوط الأول اللي انتهى بتقدم فريق الأمل على حساب الروحاء 1-0. الآن الشوط الثاني آخر يبدأ الشوط الثاني، شوط المدربين، أي مدرب سوف يتفوق على حساب المدرب الآخر، لكن راح نتابع أكيد بكل تأكيد أحداث هذا الشوط الثاني في هذه الأجواء الرائعة ومحاولة ترضية. كرة الآن سريعة، الله 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 على كرة خطرة، ترضية في هذا الملعب في يوم الافتتاح، نعم بطولة تبدأ بنجاح للأمانة، بطولة تبدأ بنجاح، وكرة الآن وين النجاح؟ وين النجاح؟
يا خليل يا خليل كرة ثانية. نعم خطر خليل المهاجم اللي كاد أن يسجل هدف ثاني في هذه اللجنة وكرة الآن هذه سريعة هذه سريعة هو لازالت الخطورة لكن التصدي على مرتين من جانب سامر سامر هذا الحارس الرائع من تصدى موركي بالرقم 9 يا السلام يا السلام تقدم لكن الكرة تقطع بعد ذلك وصلت لمؤيد لف ودار سلم الكرة للمجرشي لعب له واحدة طالت 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 لكن التمريرة لكن التمريرة كانت رائعة من جانب المجرشي بالملا يا السلام على تمريرته المين مؤيد التمريرة الثالثة ما كانت رائعة لكن الكرة بتتخلص بالراس وهذه كرة سريعة مؤيد الله الله يا السلام يا السلام يا مؤيد نعم مؤيد المهاجم مهاجم نجوم الروح يسجل الهدف الأول هدف العودة هدف التعديل لكي لا يخسر فريقه نعم لكي لا يخسر فريقه لذلك مؤيد يظهر لذلك مؤيد خطف الكرة أمام دفاعات الأمل وتقدم راح يبحث عن تسجيل هدف نعم هدف ثاني هدف قلب الأمور قلب الأمور يا الله يا إبراهيم بالراس عيسى مؤيد يا الله فقد توازنه فقد توازنه نعم في اللقطة الماضية جانبية للروحة تعادل إيجابي مستمر من جانب الفريقين واحد واحد تلعب الكرة الآن الإبعاد بعد ذلك الحطة بعد ذلك المرور يا السلام كرة الآن قوية اعتادوا دائما بأن يسجلون الأهداف في هذه الدقائق فريق الأمل هذا الفريق اللي شعار الفريق دائما قابل للتحدي فريق الأمل يسجلون الهدف الثاني يا لروعة هذا الجول يا السلام يا السلام يا السلام شعار هذا الفريق دائما 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 التحدي يعشقون التحديات لذلك ظهر هذا الفريق في هذه اللحظات يسجل نعم نعم يسجل هدف يسجل هدف 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 نعم ثاني نعم هدف ثاني تم وقف على كرته من اجل اضاعه بعض الوقت لاعب فريق الامل سلم الكرة في منتصف الملعب تقطع على طول لكن شوف الابعاد نعم مشاهدينا متابعينا الاعزاء الحكم يطلق صافرة النهاية بانتصار فريق الامل على حساب نعم على حساب فريق الروحاء 2-1 2-1